البومة الصغيرة. منذ زمن بعيد جدا، عندما كان للحيوانات والأشخاص لغة واحدة، كانت تعيش في الغابة وراء جبال الحلم بومة صغيرة. كان لدي 6 أخوات، وكانت أصغرهم، وكانت آخر من غادر الكهف الذي كان يوجد بقلب الشجرة الكبيرة. ووالدي قاموا بتعليمها كيفية الطيران والتقاط الفئران وأخذ حمامات الشمس، وكانوا يقولون لها: العزيمة فقط أيتها البومة الصغيرة، شاهدي حولك العالم. وتسأل نفسها البومة الصغيرة: أليس أنا صغيرة لهذا؟ ثم قال لها والديها: البومة الكبيرة التي حققت كل شيء هي التي ساعدتك في رحلتك، والقوانين تعلمينها. اذبحي فريستك سريعا حتى لا تحس بأي آلام، ويكون مذاقها طيب. وبالنسبة للطيران، فالطيران يتم ممارسته من خلال الطيران، ولا يوجد شيء آخر لقوله بخصوص هذا. تقوم البومة بلف رأسها في كل اتجاهات حتى تقوم بمشاهدة والديها ومنزلها في الشجرة لمرة أخيرة، ثم قامت بإصدار أصوات المغادرة، وقامت بتجهيز جناحيها وطارت. الغابة التي كانت تقع خلف جبال الحلم كانت كبيرة ومليئة بالحيوانات، وعندما قامت البومة بالطيران فترة قصيرة، وجدت نفسها على قمة منحدر، وقامت بالنظر إلى الشمس المشرقة وكانت منبهرة. وكان يوجد تحت المنحدر الذي كانت تقف عليه البومة قطة، وكان لديها 4 خطوط سوداء تغطي جسدها. ونظرت القطة إلى الأعلى ووجدت البومة، فقالت لها: أيتها البومة، إن التوقيت ممتاز. وتسأل القطة: كيف القطة الكبيرة التي حققت كل شيء أن يوجد قطط يتركون أنفسهم لمداعبة الأشخاص؟ كيف؟ كيف؟ وترد البومة قائلة: البارحة في المساء قمت بالجري كما لم أجري من قبل إلى البحر الذي يوجد فيه جبل الحلم، وكانت هناك شاهدت من الأشخاص من الطوب والخشب، وهناك كانت الرائحة طيبة وكانت تشتهى، ولكن أنا كنت شبعة وكنت أريد فقط النظر إلى العالم حولي. أمام المبنى كان يجلس شخص، وكانت ترقد في حجره قطة، وكان يداعبها بلطف، وهي لم تكن تعض أو تخربش، بل كانت تصدر أصوات تدل على السعادة. وكان عندما يلمس الفرو الذي يغطي جسدها كان جسمه يقشعر. كيف يكون هذا طبيعي؟ وكيف لي أن أعلم ذلك؟ وتقول لها القطة: أنت التي تسأل أيتها البومة، فأنت التي يجب أن تعلمي بكل هذا، يا للحرج. وتضايقت البومة من هذا الكلام كثيرا، إذ أنها جهزت جناحيها للطيران. ولقت البومة شجرة كبيرة وقامت بالجلوس على الخصن الأسفل من الشجرة، وأخذت تفكر، ثم سمعت أصوات تصدر من أرض الغابة. وإذ بأن يظهر ديك رومي ويرقد بجانب البومة ثم يقول: كل ليلة نفس المعاناة قبل النوم، ولماذا لا أستطيع الطيران كما أجيد الجري؟ ثم ينظر الديك الرومي ويقول: من الذي يرقد هنا؟ أيتها الصغيرة، هذه شجرتي. ثم ترد البومة متأسفة، ثم يقول لها الديك الرومي: أنت بومة، أنا لدي لك سؤال يحيرني كثيرا. لماذا للديك الرومي الذي حقق كل شيء أن يكون لديه أشجار قليلة جدا للمبيت؟ ثم ترد عليه البومة قائلا: كيف؟ فيرد عليها الديك قائلا: أنا لدي ذيل طويل، ولهذا الذيل أنا أحتاج أنواع معينة من الأشجار حتى أستطيع أن أتحرك من مكان إلى آخر، ولكن هنا في الغابة لا توجد بكمية كافية. ثم تقول البومة: فأنت لك هذه الشجرة كالبيت. ثم يرد الديك قائلا: لكن أنا أحتاج 3 أو 4 كي أختار منهم. ثم يسأل: لماذا لا أستطيع الحصول على أكثر من شجرة؟ لماذا؟ ثم ترد البومة بأنها لا تعلم. ثم يرد الديك قائلا: لماذا لا تعرفي؟ فأنت بومة، وكل بومة تعرف كل الإجابات على كل أسئلة العالم. ثم ردت البومة قائلا: فأنا لم أكن أعلم بأن هذا السؤال من أسئلة العالم. ثم يرد الديك قائلا: أيتها البومة الصغيرة الغبية، فأنت لست بومة حقيقية، يا للحرج، أغربي عن هنا. ثم همت البومة بالطيران، ثم وجدت البومة كهف فدخلته وجلست في عش بداخل الكهف حتى ترتاح وتفكر، ثم تسأل نفسها: لماذا علي أن أحرج؟ ولماذا علي أن أعرف كل الإجابات على كل أسئلة العالم؟ ثم أخذت الشمس في الغروب، وتدريجيا أخذ القمر في الطلوع، وكان ضوء القمر ينير الكهف، وكانت البومة منبهرة بهذا الضوء الفض. ثم سمعت البومة صوتا وراءها إذ بخفاش يقول: حان وقت الانطلاق. ثم يقول لها: يا لها من ليلة، إن
الخفاش الذي حقق كل شيء شاكر كثيرا. ثم وجد البوم الخفاش ينشر لعابه على جوانحه، وكان لعابه من صيد السمك. وعندما أخذ اللعاب الانتشار على جوانحه أخذ يفركه على جلده. ثم تضايقت البومة الصغيرة من هذه الرائحة قائلة: يا للهول، إنها رائحة كريهة. ثم يرد الخفاش قائلا: إنها ذات رائحة قوية، ولهذا أنا لست طعاما لك يا عزيزتي، فأنت بومة، أليس كذلك؟ ثم ترد البومة: نعم، ولكني بومة صغيرة، وأنا ممكن أن أكون بومة غير حقيقية. ثم يرد الخفاش عليها قائلا: البومة هي البومة، والبومة تعلم كل إجاباتي على كل سؤال في العالم. ثم يقول الخفاش البومة: أنا لدي سؤال لك يا عزيزتي، انظر إلى جسدي، فهو عظيم، فهو مبني ليساعدني على كل شيء، فأنا أستطيع في الظلام الحالك أن أرى الطريق لطعامي باستثناء شيء واحد فقط، فكل سنة أستطيع أن ألد طفل واحد فقط على الرغم من باقي الحيوانات الأخرى، فالثعلب يلد 3 أطفال أو أكثر في السنة، فلماذا للخفاش الكبير الذي حقق كل شيء أن يلد طفل واحد فقط في السنة؟ ثم ترد عليه البومة قائلا: أنا لا أعلم. ثم يرد الخفاش بدهشة: كيف لا تعرف الإجابة؟ وكيف علي أن أصدق هذا؟ ثم ترد عليه البومة مرة أخرى: أنا لا أعرف. ثم يسأله الخفاش: من الذي عليه أن يعرف الإجابة إن لم تعرفي؟ ثم يقول له الخفاش: من الممكن أن تكوني تبذلي وقتا قصيرا في التفكير في الإجابة. ثم يقول لها: هل ستأتي مرة أخرى عندما تعرف الإجابة؟ فترد البومة بهز رأسها. ثم طار الخفاش بعيدا في الظلام. وجدت البومة نفسها جائعة جدا، فذهبت لالتقاط بعض الفئران حتى شبعت. ثم أخذت البومة تبكي لأنها لا تستطيع الإجابة على كل أسئلة العالم. ثم نامت حتى الصباح، إلى أن استيقظت بنور الصباح الذي كان ينير بين أوراق الشجر، وأخذت تسأل نفسها: ماذا سأفعل الليلة؟ وماذا سوف يحدث؟ وأخذت تطير وتحلق داخل الغابة في اتجاه جبال الحلم، إلى أن وجدت مبنى الأشخاص الذي كانت تحدثه عنها القطة. ثم سمعت البومة صوت شخص يغني، ثم طارت البومة وراء هذا الصوت إلى أن وجدت سيدة تملأ المياه. ثم جلست البومة على الغصن وقالت للسيدة: أنت لديك صوت جميل، أجمل من صوتي. فنظرت السيدة إليها إلى أعلى وضحكت. ثم قالت السيدة للبومة الصغيرة: تخيل أن يكون لكل الكائنات الحية نفس الهوايات أو نفس القدرات، فعلى سبيل المثال لديك حاسة السمع والبصر أفضل مني. ثم تسأل البومة: لماذا تغنين؟ فترد عليها السيدة: كي أسهل مشاق العمل، وإكراما لجدتي التي حققت كل شيء. ثم تسألها البومة: أين تعيش جدتك؟ ترد عليها السيدة: في كل مكان. ثم تقول لها البومة: هل ستسعد جدتك أنك تغني إكراما لها؟ فترد عليها السيدة بأنها تتمنى ذلك. ثم تسأل السيدة البومة: هل تعلم إذ سوف تمطر اليوم أو لا؟ كلا، تتبلل ملابسي. ثم ترد البومة قائلة: إن الهواء ليس به رائحة مطر، وكانت الشمس مشرقة طوال اليوم. أخذت البومة حمامات الشمس، هذا كان يساعده على التفكير. وفي المساء طارت حتى جبال الحلم، وعندما حل الليل جلست البومة وسط الأشجار حتى وجدت شعاعا من النور كنجمة ذهبية، فأخذت تطير وراء الشعاع الذهبي، فوجدت بيت صغير من الخشب، وهذا الشعاع كان منبعث من هذا المنزل. وكانت البومة منبهرة بهذا الشعاع من النور حتى جلست على الشباك وأخذت تغني، إلى أن يظهر رجل كبير في السن ويقول: بومة صغيرة تجلس على الشباك. ثم تسأله: ماذا تفعل؟ فيرد عليها بأنه يقرأ. ثم يقول: إن اليوم كان قصيرا، ولهذا فأنا أكمل قراءتي على ضوء هذا المصباح، إن هذا الكتاب عن جدي الذي أنجز كل شيء. ثم تسأل الرجل: أين يعيش جدك؟ فيرد: في كل مكان. وفي اليوم التالي رجعت البومة إلى الجدول، جدول الماء الصغير مرة أخرى، ولكنها وجدت هذه المرة طفلا ويجلس في حضنه قطة، وكانت الشمس مشرقة عليهما، وكانت البومة منبهرة بهذا المنظر. ثم نظرت البومة الصغيرة في كل الاتجاهات وذكرت كل أسماء وكل الكائنات التي قابلتها. وبعد غروب الشمس رجعت البومة إلى الغابة مرة أخرى وزارت كل الكائنات الحية، ثم ذهبت إلى والدها في النهاية.